بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هناخد المحاضرة السابعة للدارسين في ماجستير مهني محاسبة كلية التجارة جامعة عين شمس. الموضوع اللي هناخده النهاردة موضوع مهم جدا وهو الإيراد. الإيراد طبعا تعرض لتعديلات كثيرة، وأخيرا صدر معيار جديد تماما اسمه الإيراد عن عقود العملاء. صدر على المستوى الدولي أولا، ثم صدر على مستوى مصر في مارس 2019، ويطبق من 1/1/2020. يعني معيار الإيراد تعرض إلى تعديلات هامة وجوهرية لازم نعرفها على أساس إن إحنا هنطبق هذا المعيار الجديد من 1/1/2020. الإيراد الله يخليك، في المعيار القديم كان معيار رقم 17، كان بيبص للإيراد إن هو بينتج من بيع البضاعة أو تأدية الخدمة، وكان طبعا المنشأة لما بتبيع البضاعة أو بتؤدي الخدمة بتحصل على مقابل ذلك. وكان الإيرادات الأساسية بتواجه مشكلة، المشكلة الأساسية فيه هو كيفية أو نقطة الاعتراف بالإيراد في الدفاتر. ونقطة الاعتراف بالإيراد في الدفاتر دي كانت بتواجهنا ليه؟ لأن كان بقى في عقود طويلة الأجل، وبيحصل إن مثلا خلافات ما بين الشركات بين الشركة والعميل، هل هو أدى الالتزام اللي عليه ولا لأ؟ قدم أبو الشركة دفعت المقابل بتاع السلعة ولا لأ؟ قيمة الجزء اللي خلص قد إيه؟ فكان دخلنا في متاهات كثيرة أدت في الآخر إن إحنا يعني عند تحقيق الإيراد. احنا هناخد بعض المصطلحات الأساسية اللي هي كانت موجودة في المعيار القديم، وبعد كده إن شاء الله هنتطرق إلى المعيار الجديد. إن شاء الله المعيار القديم بيقول الإيراد هو النقطة أو التوقيت اللي هنسجل فيه الإيراد في الدفاتر ونعترف فيه، وده بنعترف فيه لما بتوافق الشروط بتاعته. طبعا احنا بنقول قواعد الاعتراف بالإيراد، ان اول حاجة لازم نقدر نمرة واحد ما نقدرش نعترف بإيراد ما احناش قادرين نقيس المصروفات المتعلقة دي بموثوقية او بدرجة يعتمد عليها. واذا احنا قدرنا ان احنا نقبض فلوس ولكن لسه ما تكلفناش المصاريف، ما نقدرش نعترف بهذا الإيراد، نعتبره إيراد غير مكتسب، لأن إحنا مش عارفين المصاريف اللي هتحصل قد إيه. يعني نفترض إن ناس ادونا مثلا مصاريف لصيانة يعني أو جزء من المستحق عليهم نتيجة إن هم طالبين مننا نعمل لهم صيانة. طب إحنا لسه ما ابتديناش أعمال الصيانة، يبقى ما نقدرش نعتبر هذا الإيراد كأنه مكتسب ونعتبره غير مكتسب. الإيراد لازم يتم فيه تبادل سلع وبضائع وخدمات مقابل سلع وبضائع وخدمات مماثلة في طبيعتها وقيمتها، أو مقابل إن إحنا نحصل على نقدية. واخدين بال حضراتكم؟ لكن مثلا ساعات بيحصل تبادل سلع وخدمات، مثلا إيه، ناس بيبيعوا منتجات ألبان، بيبيعوها مثلا ايه في محلين كبار موجودين في نفس المنطقه، فهم بيقولوا مثلا واحد ساعات بيبقى عنده فائض وواحد عنده عجز، فاللي عنده فائض بيجي اللي عنده عجز، بعدين يجي تاني يوم مثلا او تالت يوم يرجع له كميه من الالبان. ففي الحاله دي ما بنقدرش نعتبر ان ده تحقق ايراد، يعني لازم الايراد يكون بيتم يعني لأطراف خارجية، مش واحد هيرجع للعجز ده مرة تانية. بنعترف بالإيراد بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو القابل للاستلام.
مع الأخذ في الاعتبار طبعا مبالغ خصومات التجارية وخصم. عادة بيتم تحصيل الإيراد نقدا أو ما يعادل النقدية، ويكون هذا المبلغ هو قيمة الإيراد. طيب إحنا هنقيس الإيراد إزاي؟ في عندي كذا حالة لقياس الإيراد. بيع البضاعة، بنعترف بالإيراد من بيع البضاعة أو السلع عندما يتم تحويل العوائد والمنافع والمخاطر المرتبطة بالملكية من البائع إلى المشتري. لازم نحول له المخاطر والعوائد. يعني مثلا نفترض إن واحد راح تعاقد مع معرض سيارات إن هو هيشتري سيارة مثلا ب 200,000 جنيه. دفع الثمن ولسه السيارة أمام المعرض ما استلمهاش ولم يوقع على عقد أو على بند باستلام السيارة، وترك السيارة في المعرض أثناء ما هو متروكة في المعرض، جت حصل لها أي حادث أو خدش أو أي حاجة، في الحالة دي ما يقدرش إن هو صاحب المعرض يقول أنا سلمت السيارة لأن لسه ما نقلوش العوائد والمخاطر. لكن نفترض ان المشتري خد العوائد والمخاطر، يعني بقت في حيازته، بمعنى ان هو استلم السيارة، وبعد ما استلم السيارة ودفع تمنها وكل حاجة تمام، السيارة سعرها تضاعف او انخفض. في الحالة دي لو كان في زيادة في السعر هو اللي هيستفيد بيها لانه خلاص استلم السيارة والبائع ما عندوش اي التزام، ولو حصل ان السيارة انخفض سعرها برضه هو اللي هيتحمل الخسارة. ولازم عشان نقدر نحقق الايراد لازم يكون في احتمال كبير ان احنا هنستلم المقابل اللي هو الايراد يعني او المبلغ المقابل للسلعة اللي احنا بعناها، ولازم نقدر نقيس التكلفة الموثوقية. تمام؟ الحاجات الشروط الأساسية للاعتراف بالإيراد. طيب ولازم طبعا زي ما اتفقنا يكون ان احنا هنسترد المقابل المادي او هنحصل على المقابل المادي بموثوقية. في حالة تأدية الخدمات برضو لازم في شروط عشان نقدر نقول ان الإيراد بيتحقق. نحن يمكن قياس الإيراد بدرجة موثوقة، لازم يكون مرجح أو شبه مؤكد إن احنا هنحصل على منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة اللي هي الفلوس اللي هناخدها مقابل بيع وتأدية الخدمة. بنقدر نقيس التكاليف بدرجة كبيرة من الموثوقية، والجزء اللي متنفذش نقدر نقيسه برضه بموثوقية أو بدرجة كبيرة يعتمد عليها. في بقى غير الإيرادات من بيع السلع أو تأدية الخدمات في فوائد زي ما أحط فلوسي وأبيعها في بنك وأحصل عليها على فايدة، أو إتابة أو توزيعات أرباح، يعني أنا اشتريت أسهم في شركة تانية وهحصل على توزيعات أرباح، في برضه بنعترف فيها لازم يكون في مرجح إن إحنا تتضافر المنافع الاقتصادية المستقبلية، ولازم نقدر نقيس التكاليف موثوقية. وطبعا في بعد كده مجموعة من الافصاحات اللي احنا لازم نعملها. طيب ايه هي المشكلة بتاعة الايرادات في الجزء القديم ده؟ كانت المشكلة الاساسية في الايرادات هي ان احنا مش قادرين نحط اسس موضوعية لتحقق الايراد. بمعنى ايه اسس موضوعية؟ يعني ممكن نفس الاحداث نفس الوقائع نفس الامور هي ماشيه زي ما هي في شركتين، نلاقي دي شيء تعمل الايراد بطريقه معينه وبمبلغ معين لو حتى نفس كل الظروف متشابهه، والتانيه تعمل مبلغ اخر لان كان بيحصل غش في نقطه الاعتراف بالايراد حسب الاهداف اللي بتسعى ليها كل شركه. وكان اكتر بند بيحصل فيه تعرض لدوافع الايرادات هو بند الايراد.
في القوائم الماليه للمنشات. وده ناتج من ايه؟ ان ممكن الشركه عايزه تقلل الضرائب السنه دي، فممكن عايزه تاجل الايراد للسنه الجايه، فتقول ده انا ما اعترفش بالسنه دي لان ارباحي كبيره وانا مش عايزه ادفع ضرائب كتير، او ممكن ان هي عايزه سعر السهم يرتفع في السوق فتزود الايرادات او تعترف بالايرادات قبل ميعادها وقبل ما تتوافر الشروط فيها. فكان في مشاكل كثيره جدا بترجع الى دوافع الشركات في الاعتراف بالايراد. فعشان كده جت مجلس معايير المحاسبه الماليه الجديد ومجلس معايير المحاسبه الامريكي اصدروا معيار جديد، قالوا لا ده احنا عايزين بقى نقلل التقدير الشخصي ونقلل التلاعب في بند الايراد. عشان كده نزلوا عندنا معيار جديد اللي هو المعيار الدولي IFRS 15، وطبعا صدر زيه معيار مصري، وقال لا بقى ده انا هحط خطوات عشان اعترف بالايراد، خطوات ما فيهاش رساله. قال لازم اول حاجه اول خطوه نكون عاملين عقد بين الطرفين او ثلاث اطراف، زي ما يكون العقد ده يكون واضح ومحدد بدقه. الخطوه الثانيه نحدد التزامات كل طرف، الطرف البائع او اللي هيأدي الخدمه يقول لي انا هعمل كذا وكذا وكذا وكذا، والطرف الثاني انا هديك المقابل المادي لما تخلص كل التزام على حدة، ونحدد قيمة كل التزام قد ايه. الخطوة الثالثة بقى نحدد سعر الصفقة ككل، وبعد ما نحدد سعر الصفقة ككل نوزع سعر الصفقة حسب إنجازات دراسات الأداء الواردة في العقد، وأخيرا بنعترف بالإيراد حسب كل التزام تم. يعني مثلا انا هديكم مثال بسيط، احنا مثلا جينا في كليه التجاره جامعه عين شمس نعمل اسانسير في الكليه، فعملنا اللي هي مناقصه ورسلت على شركه قالت لنا انا هعمل لكم الاسانسير ده ب 600,000 جنيه، هجيب لكم مكان الماني واجيب حاجات مواصفات معينه. قلنا لا طيب احنا بقى تعالوا نعمل عقد مع بعض. اول حاجة قلنا هنعمل عقد مكتوب، ولا على فكرة مش شرط ان يكون مكتوب، ممكن يكون حسب العرف اللي هو بيتم في الشركات. وبعد ما بنعمل العقد اللي هو مكتوب ده بنبتدي، يعني احنا عملنا عقد مكتوب يبقى دي خطوة اولى، او وجود عقد عرفي يعني ما يتعرف عليه بين التجار والاطراف اللي هي متعاقدة. العقد ده بنبتدي بقى نقول للشركة انت هتبتدي تشاوري الحاجة بتاعت الاسانسير ده اول التزام عليك خلال مثلا شهر، شهر تاني تبتدي تجهزي مكان الاسانسير اللي هو دير الاسانسير وتكسري الاسقف لو كانت في اسقف، وتجهزي اللي هي الحجره اللي هيتحط فيها الماكينه الاصليه للاسانسير اللي هي حجره الاسانسير، وتجهزي كل اللوازم. وبعد دي برضه هتكون مرحله او التزام اداء تاني. الالتزام الاداء التالت ان انت هتبتدي تركبي لنا بقى الكابينه والمكنه والاسانسير بالكامل والبيبان. الالتزام الرابع هتبتدي تجربي الاسانسير لمده مثلا اسبوعين، وبعد ما تجربي الاسانسير لمده اسبوعين هتعملي لنا صيانه مثلا لمده 6 شهور. يبقى مثلا احنا عملنا لها كذا التزام مفروض انها الشركه اللي هتعمل الاسانسير تلتزم بيه. طيب بعد ما حددنا التزامات الطرف اللي هي الشركه اللي هتعمل الاسانسير ومعش، وان كليه التجاره مثلا اللي احنا هنعمل فيها الاسانسير هتبتدي تدفع المقابل حسب كل نسب حسب كل التزام من هذه النسب. بنيجي نحدد سعر الصفقه، الاسانسير بالكامل بكل الالتزامات اللي احنا قلنا عليها في اللي فاتت دي فردا ب 600,000 جنيه. طيب
يبتدي بقى الراجل او الشركه اللي هي هتعمل الاسانسير تبتدي تنفذ، فهنوزع الفلوس اللي هو 600,000 مش هنديهم لها كلها مره واحده، هنقول لها كل ما بتخلصي جزء هتاخدي مثلا تشوين المعدات والابواب والمكنه ده 30%، تجهيز الحاجات بتاعت الاسانسير مثلا 15%، مثلا تركيب الاسانسير 25%، التجارب بتاع بدء التشغيل اللي هي هتاخد اسبوعين مثلا 10%، وبعدين الباقي دي هتاخده بعد انتهاء فترة الصيانة اللي هي تعمل لنا الصيانة خلال فترة مثلا 6 شهور. يبقى انا وزعت الفلوس 600,000 على التزامات الاداء، طبعا بعد ما حددت سعر الصفقة في الخطوة الثالثة. الخطوة الاخيرة بقى كل ما يخلص التزام اداء من دول هو شاري لي الحاجة، مثلا نفترض ان هو احنا كنا متعاقدين معاه شهر نوفمبر، خلص تشوين بس البيبان والمكنة والامور اللي هي لازمة لعمل الاسانسير، شوينها في الكلية مثلا، خصصنا له مكان يحط فيها الحاجة دي، وكان مثلا موجود في التشوين ده مقابل لي 30%، فنديله فقط 30%. طب لو كان خلص مثلا التشوين مثلا والتكسير وتجهيز المكان اللي حدنا في الاسانسير وقط الاسانسير، مثلا لو افترض ان التشوين 30% والتجهيز المكان 15%، لو كان خلصهم في السنة المالية يبقى لما نيجي نديله 45%، يبقى هنا تحقق في الايراد 45%، وهكذا. يبقى مع كل جزء بيخلصه او التزام اداء بيحصل بيعترف بالايراد الذي تحقق من هذا الالتزام. طبعا المعيار ده يعني سهل حاجات كتيره جدا، وتطبيقه بيؤدي ان احنا فعلا بيبقى في طرق موضوعيه للاعتراف بالايراد، وما بيحصلش خلاف كتير ما بين الشركات، خاصه ان احنا عارفين طبعا ان الايراد ده جزء مهم جدا في القوائم الماليه التشغيليه للمنشاه، لان هو الجزء المهم في قائمه الدخل، لان رقم الايراد ده اما يكون مرتفع والشركه تحقق ارباح كبيره واسهمها تزيد يعني اوضاعها الماليه تقدر تقترض وتقدر تتعامل مع البنوك، او ان هو لو كان الايراد منخفض الشركه ممكن تحقق خسائر، وممكن بعد كده تلقى صعوبات في التعامل مع البنوك، او تلقى صعوبات في ان اسعار اسهمها تقل. وطبعا زي ما احنا قلنا ان احنا بنحاول ان احنا نقول ان في منهجيه 5 خطوات اللي احنا قلنا عليها عشان نقدر نحدد الايراد وازاي نتحقق منه. طبعا في شويه التزام الاداء ده، في بعض المصطلحات لازم نبقى عارفين ان التزام الاداء ده وعد حيرد في عقد مع عميل بان يحول الى العميل اما سلعه او خدمه او حزمه من السلع والخدمات ممكن تمييزها بشكل يعني ممكن تبقى مميزه بشكل زي مثلا عمل الاسانسير، او ممكن ان احنا خدمه مثلا معينه يعمل لي حاسبات او برامج في الكمبيوتر. فاحنا بنقول ان ده التزام الاداء اللي هو زي ما قلنا لما بنيجي نعمل الاسانسير في مثلا تشوين المعدات، في تكسير وتجهيز مكان الاسانسير، في التزام اداء تاني ان هو يركب لي الاسانسير، يعمل لي تجارب بدء التشغيل، كل الحاجات دي التزامات اداء. والايراد طبعا هو المقابل اللي انا هحصل عليه او المنافع الاقتصاديه اللي هتيجي للمنشاه نتيجه نشاطها العادي، بس طبعا ما تكونش ناتجه مثلا عن معامله مع الملاك، يعني مثلا ما يجيش الملاك يزودوا راس مال الشركه ونقول ده ايراد، لا لازم يكون ناتج من شغلها عشان نقدر نقول عليه ان هو ده ايراد. طبعا المنهجيه اللي حددها المعيار هي منهجيه من 5 خطوات،
زي ما قلنا قبل كده، الخطوة الأولى تحديد العقد مع العميل، الخطوة الثانية تحديد التزامات الأداء المنفصل مفصلة يعني، الخطوة الثالثة تحديد سعر العملة أو الصفقة، والخطوة الرابعة كانت اللي هي نوزع بقى سعر الصفقة دي على الالتزامات بتاعت الأداء المنفصلة، أخيرا نعترف بالإيراد. طبعا خدوا بالكم الخمس خطوات دي كلها ممكن تبقى في خطوة واحدة، لو أنا ببيع نقدا يعني أنا ببيع تلفزيون بسلم العميل التلفزيون واخد الفلوس بتاعتي نقدا، في الحالة دي خلاص كل الخمس خطوات بيكونوا جايين في خطوة واحدة. طبعا احنا يهمنا بعد كده ان عارفين ان المعيار ده من المعايير المهمه جدا، في معظم الحاجات بندي مهله للشركات انها تطبق المعيار عشان يتدربوا عليه، واحنا عشان كده احنا هنبتدي يعني نسيب سؤالين او ثلاثه هم اللي هنحلهم بس، وطبعا بقيه المنهج معاكم. انا هبص بس للمثال اللي انا عايزه، مثال رقم 9 صفحه 570. 570 المثال ده بيقول ايه؟ في شركه بتقوم برصف وتمهيد الطرق، تعاقدت مع الحكومه المصريه على تمهيد ورصف طريق بين القاهره واحدى محافظات الصعيد بطول 360 كيلو متر مقابل ساعات عمل قدرها 72,000 ساعه عمل عشان تنهي الطريق. الشركة انتهت من 36,000 ساعة عمل، وبتستخدم طريقة اسمها طريقة المدخلات. المدخلات يعني هي اشتغلت قد ايه او اتكلفت قد ايه. طبعا هي هنا اهو انهت نصف عدد ساعات العمل، لان هي المفروض تشتغل 72 ساعة عمل 72,000 ساعة عمل، هي خلصت 36,000. في الحالة دي السنة دي لما هي خلصت نص المدخلات بتاعتها، في الحالة دي هنديها نص الجزء اللي هي خلصته، يعني مثلا لو سعر الصفقة مليار ونص هنديها 750 مليون جنيه. طيب لو كان بقى في طريقة اسمها تانية، طريقة المخرجات، لو كانت الشركة دي طول الطريق ماليش دعوة بقى بعدد ساعات العمل أو الشغل اللي بيتم، طول الطريق ده 450 كيلومتر، الشركة خلصت منه 250 كيلومتر، يبقى هنا إجمالي المطلوب 450، أنا خلصت منه 250 يعني بنسبة 55%، يبقى أنا هعترف بالإيراد بنسبة 55% من قيمة العقد. طبعا ده مثالين مهمين جدا، ودول بنكتفي بهذين المثالين، وان شاء الله نكمل معاكم بقيه المحاضرات، وربنا يسهل بقى نديها وجها لوجه ان شاء الله. وان شاء الله انا بشكركم جميعا ان شاء الله، وانا مستعد للتواصل معاكم في اي اسئله او استفسارات في هذا المجال. شكرا. Thank you.